لا شك أن للثقافة الجزائرية وجوهها العديدة التي تحفظ لها الخصوصية والتميز. السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة وفاء شعلال، يسعدني أن أعلن عن افتتاح هذا المهرجان تحت عناية السيد والي الولاية، شكرا لكم. الخلوف ما هو بجد، ولي الله صوفي صحيح أصله من الأفضال، مؤسس الملحون اسمع من عبد الود الحكم ومدي حلبي سيد المسال. قال عبدي بسم الله افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للشعر الملحون المهدى لسيدي الخضر مخلوف، وهذه الدورة الثامنة احنا بديناها في 2013 بالضبط، ودائما نكرم الشعر الملحون وصاحبه الشيخ سيدي الخضر مخلوف اللي عاش في القرن السادس عشر. اليوم شفنا افتتاحية اوبيرات صغيرة واسمها في كلام وقال الشعر، والشعر الملحون على وجه الخصوص، وشفنا كيفاش رسالة تاع شعر الملحون على المستوى الوطني في كل جهة في المستوى الوطني تعبر بجزائرية هذا الموروث الثقافي، هذا التراث اللامادي اللي نفتخر به احنا في تاريخنا. ويقولوا العلماء بأن الشعراء هما اللي مثلوا الهوية الثقافية، وهما اللي عبروا عن في الخزان الثقافي وخزان معلومات العرب موجودة في عند الشاعر، سواء في الفصحى أو الشعر الشعبي وهو يسمى بالملحون الآن. وهذا في هذه الدورة الثامنة أكدنا على الشعراء بنفسهم وشخصياتهم، ويأتوا معنا ويؤديوا قصائدهم كلهم، وهم جايين من ودسوف، من بسكرة، من تيسمسيلت، من غليزان، من تيارت، من الغواط، من تلمسان، من صغال، وكل ناحية تم ممثلة في هذه الدورة هذه اللي درناها تاع ثلاث أيام إن شاء الله.